قام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة يرافقه معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس بعثة الشرف المرافق لسمو ولي عهد الأردن وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة السيد رامي صالح لوريكات العدوان سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى مملكة البحرين بزيارة إلى معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات حيث اطلع سموه خلال الجولة على أقسام المعهد ومختبر فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة واستمع سموه إلى شرح مفصل حول آلية العمل في المختبر وكيفية فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة وإصدار شهادات الفحص وتحديد مصدرها كما اطلع سموه على الدورات العلمية التي تقدمها دانات والمتمثلة في التدريب على تقنيات فحص اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة والألماس وعرب سموه عن سروره بزيارة معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات وما تتمتع به مملكة البحرين من تاريخ وتراث عريق في تجارة اللؤلؤ وما يقوم به المعهد من دور في إبراز مكانة البحرين كمركز عالمي لتجارة اللؤلؤ الطبيعي.